وحول صراع الميليشيات وشركاء العملية السياسية على المناصب في مجالس المحافظات، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني. حياكم الله أستاذ أحمد. حياكم، السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك وجميع المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ أحمد. بداية أستاذ أحمد، الإطار التنسيقي وعد كما تعلم بعدم التجديد للمحافظين الذين أمضوا مددا في مناصبهم. الآن وبعدما ظهرت نتائج أغلب نتائج مجالس المحافظات هذه الانتخابات، برأيك هل وفى الإطار التنسيقي بما قد وعد به؟ الإطار التنسيقي يسعى للحصول على مكاسب، حتى هذه الوعود التي أطلقها هي للضغط على المحافظين للحصول على مكاسبه في المرحلة المقبلة. هو غير ممكن اليوم مثلا اكو محافظين فازوا بأغلبية واكو أحزاب فازت بأغلبية، غير ممكن، لأن هو التصويت النصف زائدا واحد حسب النظام مجالس المحافظات. لكن كانت هذه دعواته للحصول على مكاسب والضغوط، وهذا ما مورس حتى في صلاح الدين. حتى أبو مازن عندما حصل على منصب المحافظ كان باتفاق مع كتل الإطار الرئيسية، ودفعت الأموال حتى وصل شراء المناصب أو شراء الذمم قبل الانتخابات. احنا شفنا محافظين عليهم قضايا فساد ومرشحين عليهم قضايا فساد مارسوا عملية انتخابية وفازوا في بعض المحافظات نتيجة دفع الأموال التي سرقوها. فالإطار التنسيقي اليوم يعمل بمنظومة فساد متكاملة، منظومة أعلى السلطة ومنظومة مجالس المحافظات انضافت إلها، اللي احنا سابقا تكلمنا عنها. مجالس المحافظات هي حلقة زائدة وهي باب من أبواب الفساد. كل شيء متفق عليه. هذه طيب، التصريحات فقط للإعلام، لكن ما يجري خلف الكواليس وما يجري في الجروبات من بيع وشراء الإطار التنسيقي بما غير ان عدالي. نعم استاذ احمد، ولكن بما ان الامور متفق عليها مسبقا وتجري كما ذكرت وراء الاعلام، ما الذي يجعل الاطار مضطرا لاطلاق مثل هذه الوعود وهذه التصريحات اساسا ما دامت الامور محسومه؟ بعض المحافظات الاطار التنسيقي حصل فيها على مقاعد بسيطه، ما تاهله من الحصول على مثلا منصب رئيس مجلس او منصب نائب المحافظ الاول او الثاني. لذلك اطلق هذه الوعود بشكل مسبق هي للضغط على المحافظين، للتلويح انه في حاله انه لم نحصل على مناصب سوف نستغل مجلس النواب، سوف نستغل مجلس القضاء الاعلى، تعرف هاي كلها تابعه للاطار التنسيقي، سوف نستغل رئاسه الوزراء، لان تعرف هاي كلها حتى اليوم اللي المحافظين بعض اللي يجب ان يتم التصديق عليهم المحكمه الاتحاديه، وممكن المحكمه الاتحاديه يتم الطعن بهم خلال المحكمه الاتحاديه من خلال تقديم ملفات، والجميع عليهم ملفات. صراحه حتى اليوم ابو مازن اليوم ابو مازن وعد كتله العصائب انه في الجلسه المقبله سوف يتم اعطائهم منصب النائب الفني. فهي طيب، هاي نتيجه الضغط. مع عودة هذه الوجوه نفسها وتكرار هذه الوجوه المتهمة بالفساد أساسا، برأيك ما الذي من الممكن أن يتغير في واقع هذه المحافظات؟ هل سيبقى الحال على هل سيبقى الوضع على حاله أم أن هناك أمل في التغيير؟ سيدي الكريم، احنا ما شاهدنا تغير ملموس. مثلا محافظ البصره السيد اسعد العيداني عليه ايضا ملفات فساد من ايام كورونا، المستشفيات المؤقته ومشاريع كثيره لا توجد على ارض الواقع، لكن استغل منصبه واستغل الاعلام واستطاع خداع جزء كبير من جمهور البصره لانتخابه، لكن النتيجه ما هي النتيجه؟ ايضا محافظ الكوت، احنا عندنا اربع محافظين هم اصلا متواجدين في المنصب، ماذا قدموه؟ هو قبل الانتخابات ما قدم شيء، حتى البصره حالها يرثى لها، الكوت ايضا حالها يرثى لها، كربله هنالك محسوبيه ايضا
خطاب نصيف، خطاب ايضا، الخطاب ايضا كان يعني كان فقط انه الاشخاص القريبين من عنده، يعني اهالي كربلاء كثير من عندهم إذا نعم عانوا من تكرار كثير هذه من القضايا. أستاذ أحمد، تكرار هذه الوجوه إلى أي مدى لربما يعبر عن تضييع وقت وعمر هذه المحافظات بإعادة الكرة نفسها والدائرة المفرغة ذاتها؟ سيد الكريم، الخاسر هو المواطن العراقي والفائز هي الكتل الرئيسية. يعني إذا تلاحظ تقسيم، يعني اليوم تم انتخاب ثمان محافظين، إذا تلاحظ هنالك محاصصة بين الكتل الكبيرة، وهو تقاسم المرحلة القادمة هي التقاسم على الميزانية الاستثمارية. هنالك مشاريع رصدت إليها أموال ضخمة في الميزانية. يعني اليوم الأحزاب تتسابق ليس لخدمة المواطن، ليس كما يعتقد البعض. يعني حتى أنتم حضراتكم ممكن تتابعون المرحلة المقبلة، لكن المرحلة القادمة هي مرحلة تقاسم المشاريع فيما بين الأحزاب. مجالس المحافظات في الفترة السابقة مارست نفس الشيء، أيضا كان هنالك تقاسم للأحزاب، هنالك سلطة أصبحت أيضا لكتل داخل المحافظة صارت محسوبية من قبل الأحزاب. فهذا هو القادم. أما اليوم المواطن العراقي، يعني حتى اللي راحوا انتخبوا، مقاطعة كبيرة جدا جدا يعني على مستوى العراق، رغم أنه صحيح. حاولت المفوضية أنه يعني تغيير النسبة أو تجميل الانتخابات، وأيضا حاولت السفيرة الأمريكية، لكن هي الحقيقة واحدة، الحقيقة أنه فازت اليوم كتل حزبية متورطة في الفساد، الكثير من عندهم عليهم ملفات، وهذا سوف يتم للابتزاز في المرحلة القادمة. يعني اليوم محافظين احنا نعرفهم عليهم ملفات، حتى قسم من عندهم اعضاء يعني اعضاء مجالس محافظات هم عليهم ملفات وعليهم شبهات فساد قبل الانتخابات. هذا راح يستعمل للمرحلة القادمة للابتزاز، لسرقة اموال الميزانية الاستثمارية الموجودة اللي تم رصدها. طيب، في إطار الصراع بين الميليشيات، كما تعلم قيس الخزعلي قال إنه لا يمكن أن تبقى ميسان بأيدي من وصفهم بالأرذال وتجار المخدرات. من الذي قصده الخزعلي بهذا التصريح؟ هل هو التيار الصدري برأيك أم من؟ وهل هناك علاقة أساسا بين مقتل ناجي الكعبي وهذا الصراع؟ قيس الخزعلي دائما ما يشير الى التيار الصدري بشكل يعني او اخر. نعم، يقصد التيار الصدري. اليوم ميسان من اللي يسيطر عليها؟ ميسان بها جهتين، يعني جهه التيار الصدري وجهه الاطار التنسيق المتمثله بالعصائب. والخلافات هي سابقا منذ مقتل وسام العلياوي، وبعدها تم اغتيال عناصر بالتيار الصدري كانت يعني متهمه في مقتل وسام العلياوي. واخر شيء الاغتيال، نعم متهم التيار الصدر، والبارحه شهدت ميسان يوم ساخن والاتهامات متبادله، مع العلم انه الطرفين العصائب اهل الحق والتيار الصدر هم كانوا يعملون ضمن منظومه ميليشياويه واحده هي جيش المهدي. يعني اذا تلاحظ الاسماء، يعني حتى هو ابو علي الكعبي كان احد قيادات جيش المهدي ومتورط في عمليات في ميسان، عمليات تصفيه وقتل. يعني هذا هو، لذلك هذا الصراع سوف يستمر. هو صراع شخصي اعطي طابع يعني اجتماعي، لكن هو صراع ما بين قادة الميليشيات ايضا على المكاسب، ايضا على تجارة المخدرات، ايضا على ابتزاز المواطنين، ابتزاز المنظومة السياسية في المحافظة. هذا جميعا يعني يصب، يعني احنا نعرف انه اليوم محافظ ميسان هو من التيار الصدري، بالمقابل انه الفائز هو من العصائب. يعني تعرف التيار الصدري قاطع العمليه الانتخابيه، هنالك مناصب سوف تذهب من التيار الصدري الى الاطار التنسيقي، وهذا هو الخلاف، هذا هو طيب، اساس الخلاف. ماذا بعد هذا التصريح، تصريح قيس الخزعلي؟ هل الامور يعني ذاهبه باتجاه العسكره بعد هذا التصريح الذي يعني اتهم صراحه الخزعلي الإطار التنسيقي، أو عفوا التيار الصدري، بالأرذال وتجار المخدرات؟ يعني ما تبعات هذا التصريح على أرض الواقع؟ التيار الصدري يعني يعلم ذلك، يعلم أنه المرحلة المقبلة هو مرحلة يعني سوف تكون الغلبة للأحزاب الإطارية وعلى رأسهم العصاب، لذلك جمد عناصره
أغلق حتى مكاتب المدنية. نعم سوف يستمر الصراع، الصراع ليس فقط في ميسان، الصراع في بغداد، يعني احنا سابقا في البياع أيضا، الصراع في مناطق أخرى، يعني البصرة كل مرة يعني دائما يصير صراع واغتيالات، على فكرة على مستوى القادة اختيارات متبادلة من الطرفين، إذن يعني هذا هذا الصراع مستمر. سيمتد إلى العسكرة أيضا وليس فقط صراع سياسي. نعم 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 كل مرة هو يمتد إلى العسكرة وتنزل عصاب وتنزل الفصائل سرايا السلام إلى الشارع ويصير بيناتهم اشتباكات، لكن المرحلة القادمة نعم سوف يكون هنالك صراع كبير، لربما يطال قيادات كبيرة، لربما أنه يكون الوضع خارج عن السيطرة. يعني البارحة ميسان شهدت خروج عن السيطرة، حتى القوات الأمنية ما استطاعت احتواء المشهد. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني، أشكرك جزيل الشكر.